هذه هي الخيمة الرئيسية ديال الشرفاء الجراجيون اللي من داخل ديالها كتنطلق عملية توزيع البركة. هذه العملية تتم بعد زيارة هذا الضريح اللي كيرقد فيه الولي الصالح سيد العربي بوجمعة. هذا الأخير كيتعتبر الشريف الركراكي 45 في الترتيب، وزيارته في هذا الموكب الكبير تعد من أهم طقوس موسم الركراكة بمدينة القنيطرة. الزيارة ما هي إلا تأدية صلاة العصر بالضريح وتلاوة القرآن والدعاء لملك البلاد والشهداء والصالحين. بعد ذلك يتم استقبال الطامعين في الباروك ولا سيما النساء، ثم كينطلق الموكب في اتجاه مكانة بوريدة فين كتواجه الخيمة المذكورة. هذا الموكب كياخذ شارعين رئيسيين هما شارع محمد الخامس وشارع المسيرة الخضراء مرورا بحي لاسيغون. من دون شك أن هذا الموكب ما هو إلا تعبير عن التمسك بالتراث وعن الاحتفالية اللي كتعكسها مظاهر كثيرة، أهم هذه الأعلام المطروزة وطلقات البارود بين الفينة والأخرى. لكن الجميل اللي كان في هذا العام هو تزامن هذا الحدث مع أمطار الخير، وإن كانت قليلة هيجات النساء والرجال وحتى الصغار باش يذكروا الله ويقولوا بسم الله ويا الله ويا رحمن ويا رحيم. لكن الغريب في هذه العادة هو بعد ما كيطلقوا البار ديال البارود كيتسابقوا النساء باش يدخلوا في وسط الدخان حيت كيظنوه تفوسي خاضد ضد العكس. هذه حبيبة الشريفة الوزانية كتواظب على حضور موسم الركراكة كل عام ومعروفة بتعلقها بهذه التراث.
تدوز في القنيطره، في مدينه القنيطره، وهذه كل عام انت هذا الموسم، هذا الموسم كل عام تيجي شهر 4/4 مدينه القنيطره، والحمد لله احنا فرحانين. وهذه الخرجه هذه شنو كتسميوها؟ هذه الخرجه اللي جايبين هذه، هذه العاده، العاده ديال سيد العربي بوجمعه، ديال سيد العربي بوجمعه، العاده ديال سيد العربي بوجمعه. علاش كتجيبوا من سيد العربي بوجمعه؟ كنجيبوا، كنجيبوا عام كل عام واش تيديروا، عام الاول، العام الاول احنا جبنا الناقه، وهذا العام ديال مولاي ابراهيم، وهذا العام ما جابوش، داروا على على هاد دايرين هاد العاده، كلشي الناس يتجمعوا يا حبيا سمعتي، وكلشي تيشاركوا، ولاد الشعب كلهم الحمد لله تيشاركوا فيها، وكلشي من الحمد لله حتى تشوف بعينك، كنا فرحانين وكنا الحمد لله. هيا اه يا سيدي كنا فرحانين. خلال هاد العادة ديال سيد العربي بوجمعة كيبطل قانون السير، وتتصبح الأسبقية مطلقة للشرفاء الركراكيين. كما أن السلطات والقوات الأمنية كتسهر على تسهيل الطريق أمام الموكب باش يوصل لأي المكان على أحسن ما يرام، لكن الإرادة الإلهية كان عندها قرار آخر، حيث هاد الغيمة الماطرة غادة تعجل الفرسان باش ينسحبوا من الموكب ووسطوا خيامهم قبل ما تشدهم الشتاء ويصبحوا حكاية الغاديين الجايين.